تفاصيل أكثر بهذا الخصوص مشاهدينا. ينضم إلينا من موسكو الصحفي والمحلل السياسي أندريو أونتيكوف. أهلا بك أستاذ أندري. أهلا بك. أهلا بك. بداية، هناك اجتماع جرى بين وزير الطاقة الروسي ووزير الخزانة الأمريكي، بحثا خلاله دعني أقول بالعقوبات المفروضة على روسيا. طيب، هل هذا البحث سيثمر عنه بشكل إيجابي؟ ولا ننسى أن الكونغرس الأمريكي فرض قبل أشهر قبل أشهر على روسيا، من بين هذه العقوبات كانت منع شركات من الاشتراك في مشاريع خطوط أنابيب نفطية روسية. بكل تأكيد نحن على حافة الحرب التجارية، وكذلك نشاهد حرب العقوبات، فلذلك أنا أستبعد بشكل كامل أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتراجع أو تتنازل أمام الطلبات الروسية والدعوات الروسية. يعني وروسيا دائما تعتبر العقوبات الفردية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية كوسيلة غير القانونية، فلذلك هناك تصريحات بخصوص ضرورة بحث هذا الموضوع في إطار مجلس الأمن للأمم المتحدة. ولكن في نفس الوقت روسيا ليست صامتة أمام تلك الخطوات الأمريكية، هي كذلك تفرض العقوبات ضد الولايات المتحدة الأمريكية، ودائما تشير إلى أن كل العقوبات سواء أمريكية أوروبية أو غيرها من العقوبات هي طبعا تضرر الاقتصاد الروسي، ولكن في نفس الوقت هي تنعكس سلبيا على الاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية نفسها أو دول الأوروبية وإلى ما هنالك. نعم أستاذ أندري، بخصوص أيضا هذا الاجتماع، وزير الطاقة الروسي أيضا اجتمع مع وزير الطاقة الأمريكي. طيب، هل هذا الاجتماع سيكون مفتاح أو بداية لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا؟ وطبعا لا ننسى بأن هذا اللقاء جرى مع وزير الخزانة الأمريكي وأيضا مع وزير الطاقة الأمريكي. صحيح، الحوار مستمر، ولكن كما قلت من المستبعد أننا سنشاهد التغيرات الجذرية والإيجابية في هذا المجال، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي تتمسك بمصالحها، وهي يعني توعدت لوسيلة اسمه العقوبات، فلذلك سنشاهد، وأنا لا أستبعد أن في نهاية المطاف سنشاهد العقوبات الجديدة، فرض العقوبات الجديدة على روسيا، خاصة في ضوء أن روسيا الآن تبذل كثير من الجهود لتطوير برنامج خط الأنابيب السيل الشمالي الثاني يعني تقديم الغاز لدول أوروبية. نعم. وكل هذه الجهود الروسية تؤدي إلى غضب الأمريكي، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية هذه الخطوات كخطوات غير العادلة من ناحية التجارة العالمية، فلذلك يعني الحوار مستمر كما قلت، ولكن الحوار الآن هو حوار غير البناء للأسف الشديد. نعم، هناك أيضا تصريح لألكسندر نوفارك، طبعا هذا وزير الطاقة الروسي، قال بأنه يجب على الولايات المتحدة عدم السماح بأخذ فرض مثل هذه العقوبات دون التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتي تتمتع فيه روسيا بعضوية دائمة. طيب، ما هو تعليقك على هذا الشأن، وخاصة بشأن العقوبات المفروضة على روسيا؟ كما قلت في بداية هذا الحديث، روسيا تعتبر العقوبات الفردية كوسيلة غير القانونية. كل العقوبات يجب أن يتم بحثها في إطار مجلس الأمن للأمم المتحدة، وهذا الأمر يتعلق مثل ما قلت. طيب، إلى ماذا تهدف هذه العقوبات؟ هل مثلما ذهب البعض بأنها تهدف إلى بسبب ضم القرم من أوكرانيا عام 2014، وبشأن أيضا تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية التي جرت عام 2016، ومع أن موسكو نفت كثيرا بتدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟
يعني في الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية تستعمل هذه الوسيلة، أنا أقصد العقوبات، كفقط وسيلة الضغط على دولة أو دولة أخرى. فروسيا ليست الأولى في هذه في سلسلة الدول التي تعرضت للعقوبات نعم، أشكرك جزيل الشكر الأمريكية. أندريه أونتيكوف الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا من موسكو.